حالكم؟ عساكم طيبين؟ طمنونا عليكم، كيف أموركم؟ عساكم صحة وسلامة، وكيف الأجواء معاكم؟ إن شاء الله الحين رايحين إلى دربات، وراح نلقلكم الصورة قبل الخريف كيف وضع دربات، هل وادي دربات موجود أو لا؟ هل من شدة الحرارة اختفى الوادي؟ راح نشوف اليوم ونعطيكم نبذة عن هذا المكان الجميل. يا أخواني وصلنا إلى وادي دربات، وشوف المكان الجميل الراقي، ويعتبر وادي دربات من أفضل الأماكن السياحية اللي تزورها في صلالة، لكن في الوقت الحالي على قلة الأمطار شوف ماشي الماي تحت كامل. في السابق الماي يغطي كامل الوادي لين الآخر، وكذلك الشلالات الحين بس هنا حاجة بسيطة. سابقا شوف هذا المكان كامل كامل في شلالات، لكن إن شاء الله قريبا أتوقع إن شاء الله في الخريف ترجع الأمور، من ترجع الأمطار ترجع كثافة المياه كذلك بيكون المكان جميل. اللي يسأل هل الحين مناسب أنك تزور صلالة؟ يا أخواني ترى ما بدأ الخريف، لحد الحين ما بدأ الخريف، انتظروا شوية وإن شاء الله أتوقع في الأسابيع القادمة يبدأ الخريف، بس أفضل وقت أنك تجي في الخريف منتصف شهر 7 ونهاية شهر 8، أتوقع هذا أفضل وقت يكون في عز الخريف. والوقت اللي ناوي يجي صلالة ضبط جدولك، مرة على إجازة عيد الأضحى مباشرة بعد عيد الأضحى بتكون الأجواء جدا مناسبة. وما يميز مدينة صلالة عن باقي المدن يا أخي أشجار جوز الهند، سبحان الله تجلس وتتمشى في صلالة الشيء اللي يجذبك دائما أشجار جوز الهند، وكذلك بأحجامهن الكبيرة، يعني تجلس تحس نفسك في جالس في مكان غير عن كل ولايات سلطنة عمان، يعني شيء مميز كثير، تحس نفسك في جزيرة مميزة. وما يميز هذه الجزيرة أو هذه المنطقة أشجار جوز الهند، وكذلك ما يميزها طبعا مدينة صلالة غنية عن التعريف. كل ما تروح مكان تحصل هذه الأودية الجميلة، شوف هذه الأودية الجميلة الراقية في كل مكان، فتكون الجدول جدا ممتاز. وطبعا صلالة ممتازة للعوائل وتناسب جميع أفراد المجتمع، حبيت تجلس خارج. يا اخواني هذا وادي دربات من الاعلى وهو نازل، شوف ينزل لك تدريجيا هنا وبعدين ينزل المرحلة الثانية هنا وينزل المرحلة الثالثة هناك من حيث اول مصور ذيك الجهة. بكل امانة مكان جميل ومريح، شوف المناظر شوف المناظر، شوف جمالية صلالة، شوف مدينة صلالة. يقع وادي دربات في ولاية طاقة، ويعتبر أو يعد وادي دربات حديقة طبيعية تحتوي على مجموعة من الشلالات والبحيرات والكهوف، وهذا المكان المميز. وطبعا أنا أصور الحين هذا الوادي من مكان مرتفع، ونفس الشيء إذا بتجي هذا المكان من وين ما أنا أصور الحين في عز الخريف بتشوف هذا المكان مليء بالماء كامل، لأن الحين درجات الحرارة عالية فنشف هذا الوادي، والحين يرجع تدريجيا على فصل الخريف، بس المكان جميل. وكذلك تشوف هذه الجبال كلها تتحول ويصير المكان خضر، سبحان الله مغير الأحوال، مغير المكان من حال إلى حال. اليوم احنا جايين وبعد أسبوعين أو بعد شهر يتغير كل هذا المكان وتصير المناظر خضرة. وعاد ما وصيكم هذا المكان لا تفوتوه، كل من يجي صلالة لا
اخوان المكان جدا جميل، بس شيء واحد ينقصه او شيئين ينقصه. هذا المكان يحتاج له الله يعزكم دورات مياه، لان لما تقل عوائل وين يقضوا حاجتهم؟ يعني متخيلين المكان جميل والطبيعه جميله وما فيها خدمات، وتعتبر صلاله الوجهه الاولى لدول الخليج خاصه في الخريف. كثير ناس من دول الخليج تقي صلاله، وتوصل الى صلاله ما تحصل خدمات، فتنقل صورة للناس ان هذا المكان جميل بس ينقص الخدمات. نتمنى لو من الجهات المختصة فقط تعمل بعض الخدمات البسيطة وتعمل مطاعم في الاماكن السياحية، وانا متأكد انه راح يكون مكان جميل وكل الناس راح تستفيد، اصحاب اهل صلالة راح يستفيدوا، الناس اللي بتشتغل على المطاعم، وكذلك الناس اللي تجي سياحة الى صلالة راح ترتاح لهذا المكان، وراح تنقل الصورة الطيبة لأصدقائهم وأهلهم، وراح يشجعوهم إنه يجي صلالة. نتمنى إن شاء الله.